دكتور مصطفى، يعني يمكن اكتشافات عديدة ومتتالية ومتوالية في الفترة الأخيرة، تفاصيل هذا الكشف الأخير. الكشف زي ما حضرتك تفضلت كده في المقدمه، يقع في تونة الجبل في منطقه تسمى منطقه الغريفه. الغريفه دي تصغير كلمه غرفه، مشهوره جدا المنطقه اللي هناك وسموها الغريفه. الحقيقه كانت المنطقه تعرضت للصوص مقابر في الستينات والسبعينات، وبعد كده انتشر الخبر تقريبا في 2002. زمايلنا في المنطقه قاموا عملوا حفاير انقاذ سريعه عشان يعرفوا الاخبار ايه، وبالفعل استمر موسم الحفائر 2002 2003. لما لقوا ان حفائر الانقاذ ادت الى الكشف عن بدايه جبانه او بدايه مقابر، وبالتالي قامت وزاره الاثار في 2004 بتسجيل هذه المنطقه وضم الارض الى املاك الاثار، وتم وضع حراسه من قبل شرطه سياحه والاثار وغفر وامن وزاره الاثار في هذه المنطقه لغايه 26 نوفمبر 2017. قمنا بفريق بحث علمي حفاير مصريه خالصه بايادي مصريه خالصه، فعمل حفاير في المنطقه. الحمد لله بعد مرور ما كملتش اسبوعين ثلاثه، بعد ازاله الرديم من فوق الجزء اللي اشتبهنا انه يكون مقبره، تم العثور بدايه على شافت تقريبا 6 متر يؤدي الى غرفه وفيها تابوت جرانيتي، تابوت حجر جيري جميل جدا جدا يحمل اسم حرصة ايسيت. واحنا نازلين في الشافت لقينا في سده كده في الشافت نفسه، فتحنا السده لقينا فيها مومياء عليها زي ما حضرتك تفضلت وقلت عليها الشرايط الذهبيه وعليها ابناء حورس الاربعه ايميسي وحابيد ومتفقد اسمه اف من البرونز المذهب، واربع اواني جانوبيه الاواني حفظ الاحشاء، ما زالت الاحشاء تحتفظ بداخل هذه الاواني في حاله رائعه جدا من الحفظ. ولينا بيدز خرز وتمائم زي عين حورس وجات وتميمه القلب وحاجه جميله جدا جدا جدا.